سهرات عيد الفطر المبارك، حلقات خاصة في التاسعة مع شفك المنيري ويوسف الحسيني. نتشارك البهجة مع نجوم دراما المتحدة في رمضان، النجمة المتألقة انتصار. الحلقة دي هتفضل في التاريخ العمر كله، قابله بعد كده ازاي؟ والفنان الكبير عبد العزيز مخيول. في أعمال كتيرة جدا وشخصيات كتيرة جدا ما أدتهاش. والنجم المتجدد وليد فواز. أنا قلت لك هتحلو وتجمعنا الجميلة. ومفاجأة مسلسل الحشاشين، الفنان محمد يوسف أوزو. باللي احنا شايفينه على السوشيال ميديا بقى، سواء فيسبوك تيك توك، الكلام ده كله هل ينفع يتعمل باللغة العربية الفصحى؟ والفنانة الكبيرة ميمي جمال. إلهي يا رب، إلهي يا رب ما تشقيهم أبدا. وفقرة خاصة مع الفن الشعبي وباقة من الأغاني التراثية والأشعار مع الكف الصعيدي. مصر يا أمي يا أحلى عروس، بص ترابك متبوسة، سدك اللي قالوا من الدنيا. التاسعة، حلقات خاصة في عيد الفطر المبارك على قناة مصر الأولى. يا سكنك